خلينا نشوف طرفي المباراة النهائية الحالية تاريخهم ايه في النهائيات السابقة، يعني نشوف كل واحد وصل للنهائيات ازاي للفاينل. يعني المنتخب الجزائري وصل للنهائي مرتين، الأولى كانت 1980 وخسر اللقب أمام نيجيريا، دي البطولة دي كانت في نيجيريا والمنتخب الجزائري اتغلب 3-0 من نيجيريا، وتوج طبعا باللقب في سنة 90 ووصل للمباراة النهائية أمام أيضا نيجيريا وكسب بهدف جمال مناد بعد ما كان كسب بالنيجيريا أيضا في الافتتاح بخمس أهداف لهدف واحد. المنتخب السنغالي وصل مرة واحدة للنهائي في 2002 وخسر اللقب أمام الكاميرون، ده تاريخ المنتخبين. طيب ده تاريخ المنتخبين في النهائيات، مش تاريخ كبير قوي يعني، مصر وصلت للنهائي كتير وخدت تالت وراء، يعني لنا تاريخ كبير جدا في النهائيات.